هي دوكا ماتت خلات عدا 5 سنين اللي خلات عدا ومن تما وليدي بقات كي هكا دبوزت ليها من خيط فين جريت مو بعدا وقفت مشيت وحط طبيب الألماني قال في الخيرية تاعت الحي المحمدي كنت مشي ديري لها الرقادة أنا ما صدجت باش ندير لها الرقادة باش نديها ونجيبها ونحطها ما قديتش هي هاديك بقات وداك الشيء وليدي غالب الله وانت نصلنا جهد باش نياتي وهنا باش نياتي وروس نيات بينا وبيا مباركة معايا أنا خالتها أخت أمها ما مقابل حتى واحد إلا الله سبحانه ولا الحباب كان ولدي حد اللي قابلها أنا اللي مقابلها أنا اللي كاينة بيها تجي عندنا هاد مرتي معاونة أنا هاد الشيء اللي كاين وكل نهار اللي ما يتحش لا بيومين وكتر لما جات ولكن الله سبحانه بنيتي هذاك الشيء ليك عميد وحال وكنطلب الله يعاونوني عليها ويداويوها ويكلوها ويشربوها طلبوا داك الشيء اللي خاصها خاصها يكونوا بها هذا هو بنيتي انا ما عدي لا خدمه لا رزمه لا يديك لا يخليك حتى الاولاد لا فاميلي دابا هاد الكروسه دابا ملي تنبغي نديها للحمام ما تساعدنيش فيها الدريه مع ما تسكنها ما تتبركش هذه هي المشكلة دابا تنضطروا نديروها هنايا وتتهود لينا تربطوها بهاد الزيف هذا باش ما تهودش قلت واقيلا حيت غارقة واحد السيدة كانت ساكنة عندهم هنا واحد الأخت وتحولت وصيفطت ليا مرت لوستا قالت لي عافاك سيري قولي لنا ديال لا زعما كاين واحد الحالة هاكين وهاكين وهاكين أنا جيت غنشوف الله ما عرفتش حتى لهاد الدرجة بحال هكا مسكينة كبيرة بركة فاطمة هي هذيك جيت طليت عليها أنا وديك السيدة ملي جيت انا تاثرت بها نهار الاول بزاف ملي شفتها مره كبيره ولقيتها تمشي على فمها وهادي قلت لها ام عيشه شكون اللي زعما تي معاونك على السيد الدريه قالت يا بنيتي كاي الله ما تيجي عندي لا حتى شي واحد غير انا صافي من تما بديت نجي عندها نعاونها قلت لها ام عيشه راه تخصني قابلك تنجي عندها يوميا في سبيل الله تندير لها الدريه تنظفها في سبيل الله حتى هي كدوميتها بحال هكا نتسخر ليها بعض الخطرات في سبيل الله شحال وانا معاها ما تيجي عندها حتى شي واحد نهائيا هو اختي تنطلبوا ان شاء الله من المحسنين يشوفوا من حالها ويعاونوها في سبيل الله والموت علينا حق ما عرفنا شكون السابق هذاك الشيء ما عرفنا شكون السابق الموت علينا حق وربي قادر بكل شيء ربي اللي خلقهم ربي اللي يكون بهم ان شاء الله ربي اللي خلقهم ربي اللي يكون بهم ان شاء الله هذا الشيء اللي غنقول لك اختي الله يصوب لا يصوب أختي